أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، فقرة السوشيال ميديا والفيديو الحاضر معنا اليوم وهو من ولاية سكيكدا للزلزال الذي ضرب الولاية قبل أمس، وهو كاميرا أحد المحلات رصدت هذه المشاهد. نتابع. سبحان الله سبحان الله بحمده. تمنيتنا بالشفاء العاجل إلى كل المصابين جراء هذا الزلزال بولاية سكيكدا، وأيضا نترحم على من توفى جراء هذه الكارثة الطبيعية، وأيضا نتمنى الالتفاف والدعم الإنساني لولاية سكيكدا على غرار ما حدث في ميلا وعديد الولايات. إذن